العيب فين؟ فينا احنا، فينا هنا احنا، احنا الشعب ولاد الناس الطيبين. احنا يا باشا معلش يا عم الوزير، والله يا باشا انت مستحملنا ازاي بس؟ يا سعاده الوزير انت مستحملنا ازاي؟ انت طبعا انت راجل اعمال كبير ما شاء الله عليك، كنت في شركات تقريبا مش عارف الارجاني ولا طلعت مصطفى، ما علينا معلش الشعب لسه احملوه شويه. 100 مليون بقى، وانت عارف بقى سيره الكهرباء، والشعب بيقول لك ايه؟ الشعب بيبتكر اساليب جديده لسيره الكهرباء. ده يا باشا المشكله. طيب اقول لك يا معالي الوزير حاجه بيني وبينك، ها؟ احنا ما عندناش مشكله اصلا في انتاج الكهرباء. احنا عندنا استهلاك المواطنين كله 35,000 واط، ده سعر كلام فاضي. معايا حضرتك؟ احنا عندنا المحطات بتاعتنا ما بتشتغل بتنتج 60,000 ميجا واط. قد استهلاكنا مرتين. انسى موضوع السرقه ده. انسى موضوع السرقه ده. وخلوا عندكم شويه دم واحساس وشويه كرامه بالمصريين. المصري كريم عزيز النفس. لما طلعوه قدام وسائل الاعلام الداخليه والخارجيه ان هم شويه حراميه، عيب. اما تطلع تتهم شعبك انه حرامي، عيب. اما امام ازمه كهرباء كل الناس عارفه ان انتوا الفشله، انتوا الفشله، وتطلع الشعب حرامي، الشعب هو اللي بيسرق كهرباء، والمصريين بيتفننوا في ابتكار وسائل جديده لسرقه الكهرباء، واحنا مش فاشلين، انما الشعب هو الحراميه، عيب. عيب. خلوا عندكم قدر كده بالالتزام حتى الدبلوماسي او السياسي ان انتوا اصلا وزير مصري لشعب مصري. ما تطلعش تهين المصريين بشويه تصريحات للاسف لا ترتقي ابدا للذوق العام. لما تطلع النهارده وزير الكهرباء ولكن الناس المواطنين، المواطنين ها مواطنين، مش حتى لك بعد المواطنين، لك المواطنون يستخدمون اساليب مبتكره علشان يسرقوا الكهرباء، خد بالك انت. ويجي سعادته يخش وزير الكهرباء والراجل حقيقة قال يا جماعة احنا الكهرباء في الوزارة غلطنا غلطة صغيرة. خير يا باشا؟ غلطت في ايه؟ لما جينا نبعت اسماء الحرامية واللصوص لوزارة التموين، ايوه يا باشا، ليه؟ للتأديب والتهذيب، ايوه، عشان الناس دي سرقت كهرباء. تمام. هتعمل ايه سعادتك؟ هتعاقبهم. اولا سعادتك انت كوزارة الكهرباء قلت اللي هيتم ضبطه سرقة كهرباء هعامله، اولا هيدفع غرامه كبيره جدا، وكل كيلو انت قدرته سرقه هتخليه بضعف ضعف ثمنه. دي عقوبه اهي، عقوبتين يا عم الكهرباء. ثم تاتي تضع عقوبه ثالثه مخالفه للقانون والدستور، وتقول كمان هشيله من بطاقه التموين. طب انت سعاده الوزير انت تعترف ده احنا بعتنا للتموين اسماء بالغلط، والاسماء دي اهو الراجل ما كانش اصلا اسماء مورده في سيره تارك الكهرباء. يعني حرمت ناس من دعم التموين اللي هو كله اصلا كام؟ كله كام يعني 150 جنيه مثلا، اخره 175 جنيه. وخلي بالك المواطن اللي انت بتدي له اصلا دعم وعنده بطاقه تموين هو اصلا في الاساس انت فحصته وشفت حالته وعرفت انه مش قادر خالص لا يحصل على الدعم في بطاقات التموين الا الناس اللي هي مش قادره، معهاش، مش عارفه تعيش. فيقوم سعادتك كمان تحرمه من التموين. طب يعيش ازاي؟ وانا لا ادافع هنا عن من سرق، من سرق يعاقب. واللصوصيه غير وطبعا كان هناك طبعا فتوى اثارت يعني الكثير من الجدل والنقاش حول استاذ دكتور في جامعه الازهر، قال يا جماعه الراجل الغير مستطيع أصبح مضطر إنه يسرق. واستدل في عام الرمادة وعام الجفاف والمجاعة عام سيدنا عمر لما رفع الحدود. قال لك لا، اللي يسرق ما قدرش إن أنا أطعيته. ده سرق لأن أصلاً الفاروق عمر الدولة لم توفر له الطعام. فاضطر يسرق. فأنت يا سيادة الوزير من اضطررت هؤلاء وأجبرتهم وأكرهتهم انه يسرق تيار كهرباء عشان يقدر سعادتك بدل الفاتوره ما تجي له النهارده ب 1000 جنيه تجي له ب 200 300 جنيه، ان انت غليت الاسعار عليه. انا لا اجد مبرر لذلك، بس عايز اقول لك برضه مين السبب. فقليل من الرحمه وقليل من الادب في التعامل مع الشعب وقليل من الاحترام في التصريحات التلفزيونيه لما تطلع تتهم كل المصريين ان هم المواطنين كلهم حراميه ولصوص
حتى ما قلتش البعض، ما قلتش النسبه، عيب. المفروض المفروض ان انتوا وزراء مصريين وانت عايش وبتاكل وبتشرب وبتاخد الاف الجنيهات وعايش في قصور فارهه وبتركب ارقل والسيارات الفارهه كلها من دم هذا الشعب، تحترم هذا الشعب قليل من الاحترام.